النداف، النداف بالاساس هي ماكينه ما ندف تندف قطن وصوف. طوت الشغله قامت العالم تخيطها. اللي يجيب لنا الحاف، اللي يجيب لنا الدوشه، اللي يجيب لنا نداف قطن، اللي يجيب لنا نداف الصوف. والله الالات اللي نستخدمها نحن ما عندنا الا شغلتين بشغلتين ندافه، ماكينه مال الندف، ماكينه مال التقل. الاقماش من البزازين، الصوف من الصوافه، من الصناعه، صوف او قطن من الصناعه. الصوف عندك مثلا الحاف النفرين 5 كيلوات صوف، الحاف النفر 4 كيلوات، الجود اللي ماسو اكو من يريده ثخينه 5 كيلوات، اكو من يريده خفيفه 3 كيلوات. الجودليه مثلا نفرين اكو 5 كيلوات، اكو يريده 6 كيلوات هذا الصوف. القطن نفس الشيء بالاوزان نفس القياسات. عندك بس البوليستر، البوليستر يختلف، اللحاف النفرين 3 كيلوات، اللحاف النفر كيلوين، الجودري النفرين كيلوين. هذا البوليستر نحن موسم مالنا يبدي 15/4 الموسم، ينتهي 15/11 ينتهي هذا الموسم مالنا، لانه الجو حار فالعالم تغسل صوفه. تعرف اذا يغسلوه بالشتاء، الشتاء بارد الصوف ما يبس. الندافه اصلها بصوره عامه جنوب كربلاء نجف حل عماره اصلها جنوب. والله المهنه مالنا هاي صار لنا 15 سنه احنا مهنتنا من اجدادي، من ابويا واجدادي. فالمهنه مالنا شغلتنا ندافه، نصنع الجودليات، دواشق، الجهاز مع العرايز. والله هي من الصوف طبعا، نقافة من الصوف، خياطة، مفروشات، دوشق، المخاط، نستعمل المخاط بالمفروشات. هاي شغلنا، هاي تعلمتها من أبويا ومن الخلف اللي عندنا مين. هاي الشغلة تعلمناها. أكو أسعار 15,000، أكو مخدة ب2000 أو ب5 حسب الصوف اللي بداخله. أكو صوف ملون أو صوف جزز، هاي اللي نستعمله.